ايه اسامه وش الجسم؟ اقسم بالله زفت. ابو ربيعه اعطاني 30 يوم اتغير فيها، وطلبت منه اني اسوي عمليه وابدا هذا التحدي، فمدد هذا التحدي الى 50 يوم، 20 يوم منها تخلص العمليه والاجراءات كامله، صح؟ 30 يوم عندك، كل يوم اشوف تطور، ما تطورت 1000 ريال، بعد ال 30 يوم فيها جلد وقرعه. في الحلقه السابقه قررنا نحن نستخدم كره القدم في انزال الوزن، وتعبتنا بشكل مره كبير، ونزلنا خلال 10 ايام 3 كيلو من الدهون. باقي لنا يا جماعه الخير 30 يوم اللي راح يكون فيها التحدي. وقبل ما نبدا في مقطع اليوم، لا تنسى تضغط على اللايك وتشترك في القناه حبيبي وعزيزي المتابع. باقي لنا شوي على المليون. اليوم يا جماعة خير بدينا بالوجبة هذه. كثير يقول لي أسامة وش الوجبة اللي تستخدمها، وش الوجبات اللي تاكلها؟ ما حبيت أصور لك، أحس الناس صارت عندها توعي من ناحية الأكل، فقلت خلاص ما له داعي. قلت لكم إنه بروتين عالي وكارب بسيط. شوفوا البروتين اللي هو الدجاج عالي والرز مرة بسيط، ولكن موضوعنا مو هنا يا جماعة خير. اليوم عندنا كرف غير طبيعي، تعالوا خلوني أوريكم. طيب جماعة خير، اليوم راح نلعب بادل، ولكن بادل ما لقيت أحد، ترى تحسبون جبت واحد من العيال. سعيد تعال تقرب. هلا سعيد، كيف حالك؟ طيب طيبين، شلون الامور؟ ها سعيد، ايوه واحد. لا ارد عليك يا ابوي، ارد عليه يا عيال. ها سعيد بس عيون، فهمت؟ اوه الشمس، والله ما عاد اشوف. يلا زق، والله زق سهل. ها سعيد، ايوه واحد. فكت ملعب، شوف. ها فزق، يخرب بيته. طيب يا جماعة الخير، مرنت بادل مدة ساعة كاملة، ولكن اللي اكتشفته يا جماعة الخير ان حرقها خرافي لأبعد درجة، وممكن اقارنه بكرة القدم. اللعبة صارت متعبة وتعتمد على النفس بشكل كبير. الآن راح نروح للمكان الثاني راح نتمرن فيه. طيب يا جماعة الخير، جينا للبر، ولكن وش المشكلة يا عيال؟ بنمشي ذا كله عشان نصور جوا، هذا الشيء الأول. صور، والله رايحين مغامرات احنا، منو رايحين نتمرن. البر يا جماعة الخير أو التمرين في التراب حرفيا يساعد جسمك انه يتغير بشكل كبير ويحرق سعرات أكثر من المشي في المكان العادي. طيب يا جماعة الخير، هنا خلصنا التمرين يا جماعة الخير، ومشينا مسافة طويلة حرفيا، خلينا الكاميرا على جنب وقررنا ان احنا نمشي يا جماعة الخير. مشينا ما ادري هو بيبان مع الفوكس ولا، ولكن 7.4 كيلو. نصور الشاشة واحطها لكم، ثواني طورنا الشاشة، راح احطها لكم في المونتاج باذن الله. الحين نروح للتمرين الثاني. في اليوم الثاني يا جماعة الخير قررت اني اتمرن كرة قدم وازيد الجهد بشكل كبير عشان نقدر نحرق دهون بشكل اكبر. اول تمرين، تمرين المراوغة، يكون مهاجم ضد مدافع. التمرين هذا متعب بشكل كبير مرة. Yeah.
الحين كم؟ والله صح. اوكي جيت. سبعة. والحين يا جماعة الخير راح يكون تمرين اختبار الكنترول. من أول مرة. 2. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. يلا يا بوار. صح. 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 خلنا نجرب. تعطيني مرة ثانية. يلا يلا يلا. إيه ثلاث مرات. يلا صح صح صح. أوكي يلا. بسم الله. ياه صح. ايش رايك بذي؟ والله صح يا بوار. والله صح. الان انت نقطتين. اوكي راح نقدر. صح. يا عيني يا عيني يا لاعب يا ممتع. والله مو طبيعي والله. التمرين الثاني راح يكون بابين قدام بعض وكل شخص ضد الشخص الثاني. حلو هذا بابي. خلاص اوكي يلا تمام. اوكي العب انت. يلا. هي من ثلاث اهداف. من ثلاث اهداف. أيه. ابوار والله خايف اقفل على يا حبيبي. تعال تعال سريع. يا ابوار لا حلو لا لا بين كبرى دخل هدفه. ايه صح؟ يا عيال كيف؟ تخيل تضبط. السلام عليكم. ني 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 خلاص لعب لي شكرا الله. والله لا والله لا. ايش رايك؟ والله اثبت لي. هذه عشان التيك توك يحطونها فهمت؟ اي والله اثبت لي يا اخوان. والله طقل. يا والله انت تعبان بريح شوي. يا الله يا ابو حدي. والله بربيع شغال صح. والله اثنين اثنين. يونس لمسه يسجل يقهرني يخرب بيته. والله ينظر الباب حسبته ما ينظر. ثلاث اثنين الحين ها؟ ايه طيب شوف الحركه دي ما انضبطت كنت اسويها وانا صغير. يوسف دريار يوم نزل تذكر على الواقف بس ها؟ خلاص تعبان. لا 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 الله انهيها بدقيقة. طيب جماعة الخير اليوم بنتحدى الشباب موجودين هنا عبد العزيز غيث فيصل بندار. تلعب على اللاعب. يا سلام تلعب على اللاعب. الله يعرف الله يعرف. يا سلام عليك يا واحد. هذا
الحين يا جماعة الخير تحدي التسديد على الباب، التحدي هذا كله راح يستهدف المنطقة السفلية كلها، وراح نشوف دقة التسديد فيها، التحدي راح يكون على العارضة. والله قريب. والله يا جماعة الخير تعبت بشكل كبير، وأحس فيني ثقل مو طبيعي، يعني ما فيني رشاقة في كرة القدم، وأكيد السبب الرئيسي منقطع 8 سنوات عن الكورة. وزيادة على كذا، الملعب اللي قدامكم يا جماعة الخير والله العظيم إنه استثنائي حرفياً، غير طبيعي، أرضية مرة جميلة، والله إنه ما هو إعلان، ولكن شفت المبنى جديد وأعتقد إنه توه فاتح، وأرضية رهيبة لأبعد درجة، وبرضو عندهم بادل. إذا أنت حاب تستأجر منهم راح تحصل رابط موقعهم تحت أو الأرقام الخاصة فيهم. والله العظيم إني ما أخذت ولا ريال منه، ولكن الرجال يستاهل. مرحلة الشكل راح نقارن يا جماعة الخير بين جسمي في أول ما بديت وبين جسمي الآن، وعلموني إذا في فرق. شكلي راح يكون عندكم كذا على جنب، شوف الآن هنا اللي يحس في فرق يا جماعة الخير يكتب تحت في الكومنتات، اللي يقول أسامة كم قعدت من يوم تو يشوف الحلقة، ترى الحين باقي لي 20 يوم، ركز معي، باقي لي 20 يوم الآن. أنا بس مخلص كم يا جماعة الخير؟ مخلص بس 10 أيام من 30 يوم، و30 يوم من 50 يوم. إن شاء الله فهمت، فأعطوني رأيكم تحت في الكومنتات. الشيء الأخير يا جماعة الخير، إذا وصلت لهذه النقطة تأكد إنك ضاغط على زر اللايك ومشترك في القناة. والآن أنا متوجه لأبو ربيع، وهذا اللقاء راح يكون اللي قبل الأخير. والشيء الثاني، التحديثات راح تكون في السناب أو في الإنستغرام، فاشترك وخليك هناك جاهز. والشيء الأخير، تحت قناة مخصصة للجيمينج لي شهر فاتحها، راح تحصل رابطها تحت في الديسكريبشن، وأشوفكم في الحلقة الجاية.